لما قدمنا في تيك كنا في المرحلة الصعبة لأي ستارت اب، إن إحنا كان معانا الفكرة ومعانا التيم، بس كنا بندور على الفند. ومش بس الفند، في أي مرحلة أو بالذات في المرحلة اللي إحنا كنا فيها كنا بنحتاج كمان إحنا يبقى معانا ناس منتورنج، ناس فاهمين في البيزنس وفي الماركت، لأن إحنا معانا النو هاو بتاعة الأيديا بتاعتنا، بس ناقصنا الإكسبيرينس والماركت نوليدج. أفضل حاجة في تيك إن هما بيدوا فند بزيرو إيكويتي، كونسلتيشنز ونتوركينج. الكونسلتيشن نتورك بتاعتهم رائعة، أكثر من رائعة. الانفايرمنت من اهم الحاجات اللي بتساعد الواحد ان هو يقدر يكون برودكتيف وافيشنت ويطلع شغل كتير. الانفايرمنت هنا بتسهل على الواحد ان هو يشتغل في اي وقت. بالنسبه لنا كانت فكره ان احنا التيم كله متوفر له بقى مواصلات وبيجي كل يوم وداخل مكتب في سمارت فيليج، في الاخر سمارت فيليج يعني حاجه كويسه جدا. سكيورتي تحت، طالع، تكييفات، انترنت سريع، وهي بالظبط عامله زي ما تكون ان انت مثلا عديت 18 سنه فباباك ومامتك يقول لك لا خلاص انت هتستقل بحياتك وهتروح تشوف شقه، فتبدا تلاقي ان انت في حاجات بتدفعها انت ما كنتش متخيل ان انت هتدفع فيها فلوس. ريتش بتاعتك والنتورك بتاعتها، المكان لطيف جدا للشغل ومريح جدا، الدنيا فيري فريندلي و التيم ظريف جدا. يعني انت لازم تبقى فاهم البيزنس موديل بتاعك قوي وفاهم المايلستون اللي انت عملتها، تمام؟ انت لو فاهم الاثنين دول مع المنتورز الموجودين في تيك مع التيم هتقدر فعلا توصل ان انت تعمل لونشنج للبرودكت بتاعك صح. بالنسبه لنا احنا مثلا من الحاجات اللي فرقت قوي في البيزنس عندنا ان احنا نسافر، يعني ظبطنا مثلا ان احنا يبقى في مثلا اكزبيشنز، مثلا في مؤتمرات، في كونفنشنز بره ليها علاقه بالجيمنج، وده كبزنس ساعدنا كتير قوي. حددوا من الاول ال MVP بتاعكم والفند اللي موجود ينفع قوي ان انت تطلع بيه وتلونش بيه مرتين مش مرة واحدة. تحاول تستفيد على قد ما تقدر من الكونسلتنسي التيك بتقدمها، يمكن هي ما بتبقاش سيرفيس ستريت فورورد زي الفند مثلا اي حد بيستفيد منها. الكونسلتنسي ممكن حد يفتكر ان هو مش محتاجها او حاجة زي كده، بس هي مفيدة جدا ومهمة. يحاول يستفيد من الريتش والنتورك بتاع التيك، يحضر معهم الايفنتس والحاجات دي، بيبقى فيها opportunities كتير. نصيحه فعلا 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 هتفرق قوي مع كل ستارت اب، ان هي ممكن تنجح وممكن تقفل. طول ما انت مركز قوي على التكنيكال، ان انت قاعد مش عايز تنزل البرودكت غير لما تخلصه، والبرودكت مش هيخلص. يعني بليف مي، انت لو قعدت سنين 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 البرودكت مش هيخلص. نزل بروتوتايب، نزل MVP محترم، يعني يساعدك بس ان انت تبدا تستارت بس، وشغل معاه البيزنس، وواحدة واحدة ده هيكبر. ده طبعا انا انصح اي حد ان هو يقدم في الانكيوبيشن بروجرام بتاعتيك ويستفيد منه، لان فعلا البنفيتس اللي هياخدها كتيرة جدا جدا جدا، من منتورشيب سيشنز الاوفيسز او سبيسز يقدر يشتغل منها. في سيرفيسز تانية مثلا، زي مثلا فكرة ان احنا مثلا عندنا مثلا كريدتس على امازون، وديت اكيد كل ستارت اب عارفه قد ايه الكلام ده مكلف يعني. بس شويه حاجات بقى زي مثلا outsourcing service، ان انا اقدر يبقى فيه legal consultancy، الكلام ده كله، ده طبعا حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا اول فتره اللي فاتت. اولا هو ريسك فري ان انتوا تقدموا، هيفرق معاكم جدا الانفايرمنت والايكو سيستم، الكونكشنز بتاعه التيك تحفه، هتساعدك في الاول تبقى مرن، تبقى resilient، هتديك exposure. دي في رايي اهم assets لاي ستارت اب في البدايه.